بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبه الذكرى السنويه للعيد الوطني لدوله الكويت واعرب جلالته عن اطيب تهانيه وتمنياته لسمو امير دوله الكويت بموفور الصحه والسعاده ولشعب دوله الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده سموه الحكيمه